وعلى بركته نستعين متابعينا الكرام في كل مكان. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. أرحب بحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب مع هذه التحديات وهذه الانطلاقات مع هذه المنافسات ما بين هذه الأسماء وما بين هذه الشعارات المنطلقة على أرضية ميدان الطائف في مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن. انطلقت كما تتابعون عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الهام والعملاق. متابعين الأعزاء، انطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا الرابع في هذا المساء في تعداد أشواط هذا المساء، وهو شوط القعدان. الثنايا العام رمز رصد هناك للفائز بالمركز الأول. 6 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والحاملة لهذه التحديات. انطلقت الأسماء، اندفعت الشعارات. أسير بالبداية لأتابع مقدمة الشوط هناك الصدارة والمقدمة. المركز الأول والضاح ينطلق هنا علي بالربيع بن عبد الله الرزق العجمي، يقدم لنا وضاح على مقدمة الشوط. يتقدمون هنا وينطلقون بهذا التقدم بهذا التحدي. هناك المقدمة الأولى يتقدم موفق بشعار سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف، ينطلق ليمثل أبناء الميدان في الانطلاقة المسائية انطلاقة الرموز. المركز الثاني متابعين الأعزاء، الحضور والانطلاق. يتقدم ناصر، يتقدم هنا هجن سعودي برونكس، ليتقدم قاسم بو ناصر، يقدم لنا ناصر مع الانطلاق. ولكن المتسلل المنطلق هنا تقدم هنا هلال، ليتقدم حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، يقدمون لنا هلال لينطلق متابعين الأعزاء ممثلا لأبناء دولة قطر، لأبناء الشحانية، لأبناء التحدي بالتحديد. المركز الرابع قدم متابعين الأعزاء وتقدم الفهد حمد بن علي بن جابر البنا المري، بدأ بالتقدم والانطلاق. بدأ متابعين الأعزاء الحضور والانطلاق والتقدم من نسناس. وصل نسناس يا عرب يا ناس، تقدم أحمد بن مطر بن ماجد الأخيلي، تقدم الفيلسوف وانطلق في هذا الشوط. يعلم جيدا مدى خطورة وقوة هذه الأشواط. العودة بعد ذلك إلى مقدمة الشوط. العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول، إلى موفق من يتقدم بشعار سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف. ينطلقون هنا أبناء الغربية، يتقدمون بانطلاقة موفق بتحديات سفر بن عقاب الشريف، يقدم لنا موفق. نتمنى لك التوفيق ولجميع المشاركين، لجميع المنطلقين المعلنين للتحدي في هذا الشوط. المركز الثاني يا مخرجنا، الحضور والانطلاق. تقدم هنا وانطلق حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري، يقدم لنا هلال أو هلال، هنا يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي. أيضا الحضور والانطلاق
وصل متابعين الأعزاء وتقدم الفهد حمد بن علي بن جابر البنا المري يقدم لنا الفهد الحضور والانطلاق من الفيلسوف وشعار الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يقدم لنا هذا التحدي يقدم لنا نسناس مع هذا الشوط الرمز بالانتظار لمن يا عرب يا ناس ينطلق مع المركز الخامس الحضور والانطلاق التقدم من مبلش عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا هذا التحدي وهذا الانطلاق وصل في هذه اللحظات وتقدم رياض بن ثامر بن سليمان السعدون ليقدم لنا مبلش ولكن وين وين يا اخواني وين وين الشريف وين وين موفق وين هناك مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الاول سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف يقدم لنا موفق تحديات موفق انطلاقة موفق بهذه العروض المتميزة بهذا الأداء الفاخر بالانطلاقات يتقدم موفق ليتقدم سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف بدأ ينطلق بدأ يتقدم حاملا على عاتقيه آمال وأماني وطموحات أبناء المملكة وأبناء الغربية ولكن المركز الثاني وصل الفيلسوف وتقدم أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي ليقدم لنا نسناس وصل نسناس وتقدم الفيلسوف وأيضا الانطلاق والتقدم متابعين الأعزاء مع هلال حمد بن غانم بن سلطان الهدافي احضرت الاسماء واحضرت الشعارات تقدم فيصل بن متعب بن بدر بن شريم الشمري ليقدم لنا الصارم وانطلاقة الصارم ولكن العودة العودة إلى موفق إلى موفق هناك إلى سفر بن عقاب الزيد الشريف يقدم لنا انطلاقة موفق وتحديات موفق مع الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير تقدم الفيلسوف انطلق مع نسناس هنا بشعار أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي يقدم لنا نسناس يتقدم مع الصدارة الأولى المميز مبارك بن حمدون ينطلق بانطلاقة نسناس أيضا الحضور والانطلاق مع مبلش حمد بن علي بن بريك الفهد المري ولكن الفيلسوف الفيلسوف والمميز لابد من الفلسفة والتميز مع المقدمة مع الصدارة الخمسمية متر الأخيرة يعرفها جيدا مترا مترا ينطلق ولكن حضر متابعين الأعزاء تقدم هنا سليمان بن حمد بن جبرين يقدم لنا الهلالي يتقدم الزعيم الزعيم والفيلسوف فيلسوف الخيالي بن جبرين بن جبرين الرمز وين سعودي إماراتي سعودي إماراتي ما بين الهلالي ما بين نسناس ولكن بن حمدون أمطرهم أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي مع نسناس مع الرمز مع الفوز مع الانتصار إلى الأشقاء في دولة الإمارات تهانينا لهم والف مبروك على هذا الفوز والانتصار للمركز الثاني وصل متابعينا الكرام مع ثاني المراكز الهلالي بشعار سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين بينما المركز الثالث وصل مبلش بشعار حمد بن علي بن بريك الفيد المري المركز الرابع وصل متابعينا الكرام المغزل بشعار بيشان بن محمد بن فيدا الرزق العجمي المركز الخامس كان الوصول والانطلاق مع شعار عاطف بن عطية
القرشي تهانينا والف مبروك متابعينا الاعزاء لاحمد بن مطر بن ماجد الخيلي على فوز نسناس وانتزاعه للرمز القعدان العام. التوقيت الزمني 9:27 68 جزء من الثانية المركز الثاني الهلالي بشعار رشيد بن حمد بن جبريل 9:28 جزء من الثاني بين المركز الثالث وصل مبلش بشعار حمد بن علي بن بريك المري 9:30 64 جزء من الثانية. تهانينا والفي مبروك لجميع الفائزين.